بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المعلمين في جميع المراحل التعليمية، النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن كيفية الدخول إلى منصة إدمودو، اللي هي المنصة الإلكترونية التعليمية الجديدة للتواصل بين المعلمين والطلاب، خصوصا بعد ما الطلاب خلاص بدأوا يقعدوا في البيت إن شاء الله، وبالتالي لازم نتواصل مع الطلاب بتاعتنا علشان نكمل السنة الدراسية بتاعتنا. تعالوا نشوف كده يا جماعة ازاي هنخش على المنصة التعليمية بطريقة سهلة وبسيطة بالنسبة للسادة المعلمين. تعالوا نبدأ. أول حاجة يا جماعة كده، احنا إن شاء الله هنحصل كلنا على الإيميل بتاعنا والباسورد بتاعنا اللي هنخش بيه على المنصة إدمودو من خلال استمارة المعلم، زي ما انتم حضراتكم كده شايفين أنا كاتب في جوجل استمارة المعلم، فظهر لي طبعا وزارة التربية والتعليم بيانات المدرس أو الموظف، هضغط عليها. طبعا ظهرت لي الصفحة دي بتاعت بيانات المدرس والموظف، هكتب طبعا البيانات بتاعتي، كود المعلم والرقم القومي وكلمة السر، وهضغط تسجيل الدخول، فهيوديني على الصفحة اللي بعديها دي اللي هي بيانات المدرس أو الموظف. طبعا دي بياناتي أنا الشخصية. هيظهر لي هنا استلام البيانات الخاصة بمنصة إيه؟ التواصل. هنضغط على اضغط للاستلام دي يا جماعة اللي من تحت أهو شايفينها، هضغط كده أهو. تعال نشوف كده مجرد ما أضغط هيحصل إيه. اهو يا جماعة نشوف كده، اهو يا جماعة ظهرت لي طبعا الصفحة دي اللي قدامكم دي، طبعا اسمي، وهنا موجود البريد الالكتروني لمنصة التواصل، وهنا كلمة السر للمنصة. طبعا هظللهم كده يا جماعة واخد كوبي، طبعا هاخد كوبي طبعا من البريد الالكتروني، واخد كوبي كمان من كلمة السر، واحفظهم طبعا في صفحة وورد او انقلهم طبعا بالورقة والقلم. هنا يا جماعة من تحت مكتوب اضغط لتسجيل الدخول على منصة التواصل، يبقى انا ممكن من خلال صفحتي الشخصية ان شاء الله على موقع الوزارة اضغط التسجيل على الدخول على منصة التواصل اللي هي طبعا ادمودو. طب ما انا ممكن ادخلها كمان من مكان تاني. تعالوا كده يا جماعة نشوف، بعد ما تحصل على الايميل بتاع حضرتك وتحصل ان شاء الله على الكود بتاعك والباسورد بتاعك، ان شاء الله هنكتب كده في جوجل ادمودو، زي ما انا هكتب كده ادمودو وهدوس انتر طبعا عشان يعمل لي بحث. طبعا يا جماعه هسيب ادمودو الاولاني دي، محدش يدخل عليها طبعا، دي عشان دي ادمودو العالميه. هننزل كده لتحت كده يا جماعه، نشوف كده، شوف كده تحت، هننزل كده تحت، ايوه اهو يا جماعه، هنلاقي ادمودو، هنلاقي هنا ادمودو الاخيره دي اهو اللي بتقول www.edmodo.org. اهم حاجه دي يا جماعه مكتوب ادمودو ومرحبا بك باللغه العربيه. في إدمودو هو منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المدرسين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون وتقوم بخلق فصل دراسي عبر الإيه؟ الإنترنت. بمجرد ما هضغط يا جماعة على إدمودو هتوديني على طول للصفحة دي. أهو يا جماعة الصفحة دي اللي فيها اللاب واللون الأصفر اللي أنتم شايفينه ده أهو، وهتلاقي عندكم كلمة الدكتور طارق شوقي يوم الخميس ده اللي فات اللي بيحدد فيها المشاريع البحثية اللي عايز يشوف الفيديو طبعًا، وبالتالي كاتب لي برضو المنصه المكتبه الالكترونيه بتاعت اللي هي study.ekb.eg، وده هنشوف ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله ازاي نخش عليها. والمنصه كمان بتاعت البث المباشر للحصص الافتراضيه للناس اللي عايزه تحضر برضو اللي هي حصص في جميع المواد في جميع المراحل الدراسيه، وازاي برضو نتعرف على المشروع البحث بتاعنا والنماذج بتاعتنا. وبعد كده يا جماعه معانا طبعا في الصفحه دي مجموعه فيديوهات حلوه جدا بتبين للمدرس وبتبين كمان للطالب ازاي يدخل على الادمودو وكمان ازاي يشتغل على منصه الادمودو. طبعا يا جماعه اهم حاجه تحت الفيديو مكتوب عندي اذهب الى ادمودو، هضغط على كلمه ادمودو الزرقاء دي يا جماعه، لازم الزرقاء دي هضغط عليها هيوديني دايما للصفحه اللي بعديها دي، هي دي يا جماعه الصفحه اللي احنا عايزين نخش من خلالها ادمودو. بصوا عادي يا جماعه، طبعا هنا قدامي اسم المستخدم او البريد الالكتروني، تحتيه البريد الالكتروني او اسم المستخدم، وبعد ما اكتب البريد الالكتروني اللي انا لسه ناسخه طبعا من صفحتي الشخصيه طبعا على موقع الوزاره، هضغط كمان تحت على كلمه المرور واكتب كلمه المرور بتاعتي اللي هي الباسورد بتاعي. تعالوا كده يا جماعه هكتب طبعا قدامكم الكلام ده اهو وهنسخه كده وهنشوف كده. طبعا يا جماعه بمجرد طبعا ما انا كتبت اهو الايميل بتاعي وكتبت الباسورد بتاعي هضغط طبعا تسجيل الدخول اهو، هضغط تسجيل الدخول. اهو يا جماعه هيبدا يدخل ان شاء الله على الصفحه الشخصيه بتاعتي عشان مسجل طبعا من الاول.
اهو يا جماعة بدأت تظهر طبعا الصفحة بتاعتي. اهو يا جماعة ظهرت الصفحة بتاعتي عاملة زي الصفحة طبعا بتاعت الفيس عادي جدا، ودي اسم هو موجود من فوق والمدرسة طبعا بتاعتي، وهنا الفصول اللي انا سجلت فيها. احنا طبعا اللي يهمنا من الصفحة دي كلها يا جماعة ان احنا يا ريت نتعلم ازاي ننضم لفصل دراسي او ننشئ فصل دراسي. طبعا عندي هنا يا جماعة على جنب اهو مكتوب فصلي الدراسي، في عندي 3 نقط جنبيها، هضغط على الـ3 نقط دول يا جماعة ظهر لي انشئ فصل دراسي، عرض الفصول المؤرشفة، التحق بفصل دراسي. يا ريت كلنا يا جماعة نلتحق بفصل دراسي. لو انا ضغطت على كلمة التحق بفصل دراسي اهو هيظهر لي التحق بفصل دراسي. طبعا فصل الدراسة يا جماعة كل الفصول اتعملت طبعا باسماء المعلمين الاوائل بتوع المواد الاساسية سواء في ابتدائي او اعدادي او ثانوي. انا هاخد رمز الفصل طبعا من المدرس الاول وهكتبه هنا يا جماعة في الرمز، وبعد كده اضغط على كلمة ايه انضم، فبالتالي انضم للفصل بتاعي، وبالتالي هيظهر لي هنا على جنب هنا يا جماعة في الناحية دي الفصل اللي انا انضميت اليه. اما لو انا عايز انشأ فصل من الاول وجديد طبعا اللي انا بديه في المدرسة سواء اولى اول تانية اول تالت اول، هضغط برضه على الـ3 نقاط وهضغط على انشئ فصل دراسي. بمجرد ما هضغط على انشئ فصل دراسي هيبدأ يظهر لي كده يا جماعة صفحة جديدة اهو مكتوب انشئ فصل دراسي اسم فصلك الدراسي، وليكن مثلا يا جماعة مثلا تالتة اول، تالتة اول اه يا جماعة. بعد كده بيقول لي قم بوصف مجموعتك، مش هوصفها ولا حاجة بس اختار الصف الدراسي. طبعا تالتة انا معلش يا جماعة عشان في المرحلة الثانوية هختار طبعا الصف الثاني عشر، الثاني عشر يعني تالتة ثانوي. اختيار الموضوع يعني اختار المادة اللي انت بتقوم بايه بتدرسها، وليكن يا جماعة هنختار انا بدي لغة فرنسية فهختار لغات ايه لغات العالم، وهضغط كده على لغات العالم اختر موضوع. عندي لغة اسبانية، لغة فرنسية، لغة المانية، لغة صينية، هختار لغة ايه لغة فرنسية مثلا يعني. وهنا لون الفصل اللي انا عايزه، وممكن طبعا اغير لون الفصل اللون اللي انا عايزه طبعا. بعد كده هضغط انشاء فصل فهيبدأ طبعا يتم انشاء الفصل. ماشي يا جماعة هيتم انشاء الفصل وادراجه طبعا في الناحية دي اهو يا جماعة، هيقوم بالانشاء اهو، هيقوم بتحميل الصفحة مرة اخرى، وهنلاقي الفصل اللي احنا عملناه تانية اول في الناحية اللي على اليمين اتضاف مع الفصول بتاعتنا اهو يا جماعة. بيقول لي اهلا بك في تالتة اول وماذا بعد، بيقول لي اضف طبعا طلاب واستكشف فصل دراسي، ده بعدين يا جماعة هنتكلم فيه ازاي نضيف الطلاب بتاعتنا. هنطلع منها هنلاقي هنا مكتوب تالتة اول صابر فرغلي محمد، ماشي الصف طبعا الثاني عشر. وهنا عاطينا يا جماعة اهم حاجة ايه رمز الفصل الدراسي. الرمز ده يا جماعة بمجرد ما انا هضغط عليه طبعا اهو هضغط عليه هاخد الرمز ده اهو واحفظه عندي او اكتبه عندي ان شاء الله واسجله عندي عشان اديله الطلاب بتوعي عشان يعرفوا يدخلوا الفصل بتاعي. كمان ممكن لو انا ضغطت على شارك رابط بين طلابك ومعلميك، الرابط ده بيساعد بمجرد ما اضغط عليه هعمل نسخ للرابط الى الحافظة وانسخه يا جماعة في برنامج وورد او اكسل، وبعد كده احطه للطلبة على صفحة الفيس بتاعتي ماشي، او اتواصل معاهم بحيث انه يدخلوا على الفصل مباشرة. وبعد كده اضغط على كلمة تم اهو فهبدأ الفصل طبعا بتاعي هلاقيه ظهر على جنب. بمجرد ما هضغط فوق على الايقونة الموجودة من فوق بتاع الطلبة اللي رافعين ايديهم لفوق دول، هضغط كده على الفصول الدراسية دي بتاعة الفصول الدراسية، هلاقي تالتة اول ظهر عندي على جنب على ايدي اليمين اهو يا جماعة فصلي الدراسي اهو. عندي تانية اول وعندي تانية تاني وتانية تاسع اهو، تالتة اول يا جماعة اللي احنا ضفناه لغة فرنسية. ماشي يا جماعة. طيب بالنسبة لي بعد كده في عندي جنب فصل الدراسي فصول دراسية في عندي زائد وفي 3 نقط مهمين جدا. لو احنا ضغطنا يا جماعة على زائد بيقول لي انشاء فصل دراسي او التحق بفصل دراسي، يعني ممكن وانا في الايقونة دي او في الصفحة دي ممكن انا انشئ فصل دراسي تاني او التحق بفصل دراسي. امال ايه الـ3 نقط دول يا جماعة؟ عرض الفصول او اعادة ترتيب ايه ترتيب الفصول. لو احنا رجعنا للصفحة الرئيسية اهو يا جماعة الايقونة بتاعتها فوق اهو الصفحة الرئيسية بتاعتي وضغطت عليها كده اهو اعطاني الصفحة الرئيسية يا جماعة اللي فيها الفصول بتاعتي، وتالتة اول اهو يا جماعة اتضاف، وبالتالي ممكن اضيف فصول اخرى عن طريق الـ3 نقاط اهو الموجودين جنب كلمة فصلي الدراسي اهو. هضغط عليهم تاني واشوف
يا جماعة في أنشأ فصل دراسي، عرض الفصول مؤرشفة، التحق بفصل دراسي. أنا هشتغل يا إما أنشأ فصل دراسي أو التحق بفصل دراسي. ويا ريت كنا لما نلتحق بفصل دراسي لازم يكون معانا الرابط أو معانا الكود بتاع الفصل بتاع المدرس الأول بتاع المادة بتاعتي، سواء لغة عربية أو إنجليزية أو فرنسية أو رياضيات أو كيمياء أو فيزياء أو أحياء أو دراسات في المرحلة الابتدائية والإعدادية، أي مادة أكون واخد الكود، بحيث لما أضغط على التحق بفصل دراسي ويطلب مني كود الفصل احطه طبعا يا جماعه والتحق، ويبقى انا كده دخلت جوه الصف بتاعتي وجوه الماده بتاعتي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الصفحه عامله زي صفحه الفيس، ناس كتير طبعا نشر حاجات اهو، وطبعا في ناس بتنشر فيديوهات وتنشر طبعا مراجعات، وفي كلمه السيد الوزير والمطلوب من الطالب ايه وكده. بالتالي ممكن ان انا اقضي وقت ممتاز جدا مع منصه ادمود ومع الطلبه، واضيف لهم واجبات جميله جدا. طيب عايزين يا جماعه دلوقتي نتكلم ازاي نضيف واجب من للطلبه طبعا بتوعي. ماشي يا جماعه، ازاي نضيف واجب؟ تعالوا كده يا جماعه نخش على فصولي الدراسيه. بص يا جماعه ازاي هنعمل واجب، هنضغط على كلمه على فصولي الدراسيه اللي من فوق دي يا جماعه، شايفينها الايقونه دي اهو، هضغط عليها ونشوف هيوديني فين على الفصول الدراسيه. اهو يا جماعه الفصول الدراسيه مكتوب هنا عرض كل الواجب المدرسي. طبعا احنا لسه ما عملناش واجب، فانا لو دخلت كده مثلا في ثانيه اول، او اهو هضغط على ثانيه اول مثلا، الفصل بتاع ثانيه اول اللي عايز اعمل له الواجب اهو، هلاقي عندي هنا يا جماعه زائد والثلاث نقط. انا مجرد ما هضغط على زائد هنا يا جماعه اهو، في حاجه اسمها انشاء ايه؟ انشاء الواجب، وهنا في تحميل الواجب، وهنا انشئ اختبار، اختبار اللي هو الكويز اللي هو اختبار الكتروني، وهنا تحميل اختبار لو انا عامله من الاول وعايز ايه؟ عايز احمله. لو انا هضغط على انشاء واجب، تعال نشوف كده، ضغط انشاء واجب ونشوف هيحصل ايه. اهو يا جماعه تفاصيل الواجب، الواجب بدون عنوان طبعا، هكتب هنا تفاصيل الواجب، هضغط هنا طبعا واكتب تفاصيل الواجب، من حيث عنوان الواجب هضغط هنا واكتب عنوان هنا مثلا الواجب، وليكن مثلا نقول مثلا سؤال، سؤال اهو على الدرس الأول من الوحدة الأولى لغة فرنسية مثلا. كويس، التعليمات هنعمل مثلا باللغة طبعا الفرنسية، طبعا هكتب أي تعليمات للطلبة طبعا، مثلا بريزونت مثلا، أحول مثلا فرنسية أهو بريزونت توا أ تي كامراد مثلا، يعني قدم نفسك إلى زملائك، قدم نفسك إلى إيه؟ الى زملائك مثلا. يعني لو هنا عايز اعمل ارفاق، لو انا مجهز واجب يا جماعه وكاتبه من الاول، ممكن اعمل له ارفاق من هنا اهو من على الجهاز. ماشي، لو عايز احفظ انا هنا اضافه من المكتبه، انا حاطط في المكتبه بتاعتي واجبات قبل كده، ممكن اضيفها من هنا. ممكن احط هنا طبعا رابط لموقع معين في امتحان معين انا عايز ارفقه هنا للطلبه. اوكي يا جماعه، في الاخر اضغط طبعا على كلمه ايه؟ تعيين، فهيبقى كده ايه؟ اتعمل الواجب بتاعي. او اغلق لان انا مش عايز اعمل واجب دلوقتي طبعا اهو، لو انا عايز اغلق طبعا والغيه. تمام، طيب لو عايز اعمل امتحان الكتروني برضه هضغط على زائد وانا جوه الفصل بتاعي اهو، هضغط وهاخد الثالث، ثالث اختيار انشئ اختبار قصير، انشئ اختبار قصير، هيبدأ طبعا يحمل معايا. اه يا جماعه حمل طبعا اختبار قصير بدون ايه؟ عنوان، لان انا لسه ما حطيتلوش عنوان. تفاصيل الاختبار القصير، هكتب طبعا هنا عنوان للاختبار وليكن اختبار مثلا شهر مارس. اوكي، بعد كده عندي التعليمات اللي عايز اديها للطلبه، ان هو مثلا اجب عن جميع هنا من الاسئله في وقت محدد، احدد طبعا الوقت بتاعي 60 دقيقه او 30 دقيقه او 20 دقيقه او 90 دقيقه، ساعه ونص او 120 دقيقه، على حسب طبعا الامتحان. لو انا عايز يعرض لي نتائج الطلاب عند الانتهاء، طبعا لما الطالب ينهي الامتحان عايز يعرف النتيجه بتاعته في الحال، ممكن اعلم على دي. قفل بعد تاريخ الاستحقاق، لان انا بحط طبعا الامتحان بتاريخ، يعني الطالب بعد تاريخ معين ما يقدرش يدخله، طبعا يا ريت نسيبه طبعا مفتوح الامتحان ما اعلمش عليه.
ممكن طبعا اضغط على ترتيب عشوائي للاسئله، ترتيب عشوائي للاسئله، بحيث ان الطالب لو دخل امتحان كذا مره يلاقي الاسئله اتلخبطت في بعضها عشان ما يحفظش شكل امتحان. طب عايز اضيف الاسئله، هاجي كده يا جماعه على ايدي اليمين اهو على الجنب واضغط على كلمه اسئله الاختبار القصير، هيبدا يظهر لي طبعا انواع الاسئله، فهبدا اضغط على السهم ده، عندي صح وغلط، عندي اختيار متعدد، عندي اجابه قصيره، عندي املاء فراغات، عندي مطابقه وتوصيل، عندي اجابات متعدده، وليكن مثلا اختيار من متعدد، هبدا اكتب كده نص السؤال بتاعي في الحته دي، وطبعا هيبقى يحتاج الى 3 أو 4 اختيارات، تمام كده يا جماعه؟ طيب بعد كده ابدا احط الاجابه الاولى هنا، وابدا احط الاجابه الثانيه هنا، وابدا احط الاجابه الثالثه هنا. بس هنا يا جماعه لو سمحتوا لازم تحدد الاجابه الصحيحه بالمناسبه، بمعنى لو انت عايز الاجابه الاولانيه هي الصحيحه بتضغط في الدايره دي فتظلل، او لو عايز الاجابه الصحيحه هي الثانيه تضغط على الثانيه دي فتظلل، او عايز الاجابه الثالثه هي الصحيحه تضغط على الثالثه فتظلل. طبعا دي مش هتظهر للطالب لما يجي يجاوب على الامتحان، ولكن دي حضرتك عشان الامتحان ده هيصحح نفسه بنفسه، الامتحان ده هيصحح نفسه بنفسه، هتطلع نتيجه اوتوماتيك قدام الطالب. طبعا من تحت هنحط طبعا كل نقطه في الامتحان ده، النقطه دي مثلا عليها كام درجه، عليها 1 درجه، عليها 2، عليها 3 درجات، اوكي. بعد كده يا جماعه ممكن لو انا رجعت في كلمه في سؤال عايز احذفه احذفه، لو عايز اكرر السؤال اكرره. طيب خلصت السؤال الاول، عايز اضيف سؤال جديد، اضغط على اضافه سؤال جديد وابدا احط السؤال الثاني، او اضافه من بنك الاسئله يكون معد مسبقا وانا عايز اضيف السؤال ده اهو، ممكن استدعيه، وبالتالي افضل طبعا اضيف سؤال في سؤال في سؤال في سؤال في سؤال في سؤال لحد ما يخلص عند الامتحان. في الاخر بعمل معاينه للامتحان بتاعي بحيث اشوفه هيبقى شكله ازاي قدام الطالب، وبعد كده اعمل اضغط تعيين، تعيين يعني خلاص ان انا معترف بهذا الامتحان، خلاص هديه للطلبه بتوع تانيه اول، او لو انا خلاص رجعت الكلام مش عايزه او عايز احفظه بعد وبعدين ابقى ارسله للطلبه، ابدا اعمل عمليه ايه؟ اغلاق، تمام كده؟ اوكي، كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل اختبار يا جماعه لفصل تانيه اول مثلا، بعد كده عايز اعمل تانيه تاني، تانيه تالت، تانيه رابع، ابعت الفصول التانيه، دي سهله جدا جدا جدا. طبعا يا جماعه نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ان شاء الله من المناقشه بالنسبه للساده المعلمين، لقائنا بس النهارده بالنسبه للساده المعلمين، ارجو يكونوا استفادوا، وان شاء الله منصه المور دي منصه جميله جدا 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 جدا، وطبعا هنتعلم في الاخر ازاي نطلع من الصفحه بتاعتنا علشان ما نسيبهاش كده مفتوحه. هاجي عند الصوره بتاعتي دي اللي من فوق دي، صورتي الشخصية طبعا انا ممكن طبعا اضيفها بسهولة وممكن اغيرها طبعا، هضغط عليها كده يا جماعة، في عندي الملف الشخصي بالمناسبة لو انا ضغطت عليه هخش على بياناتي الشخصية، ممكن احمل صورة، ممكن اغير في الاسم، ممكن احط اسم مستعار براحتي جدا. بعد كده في عندي ممكن مجموعات انشئها انا من السادة المدرسين والطلبة معايا، ممكن اخش في الاعدادات بتاعتي زي ما انتم عارفين زي صفحة الفيس بالظبط. انا كده عايز اعمل خروج من الصفحة بتاعت اودمودو، هضغط طبعا على خروج وهخرج كده من الصفحة بتاعتي بتاعت اودمودو. اه يا جماعة هيطلعني طبعا من الصفحة بتاعتي، وارجو تكونوا ان شاء الله استفدتوا معانا النهاردة، ولقانا المرة القادمة ان شاء الله مع فيديو جديد، وان شاء الله نعلم الطلبة ان شاء الله واولياء الامور ازاي يدخلوا على منصة الاودمودو، وازاي كمان يرفعوا المشروع البحثي اللي الوزارة طلباه بشكل سليم وصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.